الحمد لله ما يكون الا راضين على الباركور اللي بدينا. احنا هادو هما المسائل اللي تسطرها المكتب المديري مع الطاقم التقني برئاسة سي العزيز. الحمد لله هما يا كيجيريو ماتش بار ماتش والامور غاديه كيبغينا، وان شاء الله كنتمناو انهم اللي نساليو هاد لي ماتش ديال الالي نكونوا من دوك الاربعه الاوائل ان شاء الله. وحنا بطبيعه الحال هذاك الحديث كان جاب غتا وصدمنا بطبيعه الحال صدمنا، ولكن شويه بشويه بدينا كننساو الموضوع وبدينا كنتاقلموا مع الغياب ديال السي العزيز اللي هو شويه مؤثر، لانه الماتش الاول الماتش اللي درنا السيمانه اللي فاتت مع اتحاد تماره ما كانش العزيز، وثق بيا انه كون كان العزيز في البونتوش كان الامور تكون اخرى، لانه في لومبلاسمون ديال الدراري كتعرف بانه ملي كيكون الكوتش ماشي بحال ما كيكونش، دونك اذا كان واحد التاثير كنتمنى انه التاثير ما يبقاش حتى لهذا الماتش، والدراري يكونوا تأقلموا شويه مع هذا الغياب ديال السي العزيز ويكون خير ان شاء الله، ونقلبوا على لي 3 بوين ونهديوها للسي العزيز ان شاء الله. لا احنا بخصوص هذا الموضوع احنا ما اتخذنا حتى شي اجراء قانوني، خلينا الامور الفريق. شوف ملي كيجي واحد من الاولاد ديالك ما عندك الا انت تقول تسامح. كنتمناو خير في قادم الايام، وما كنبغيو الشر لتا شي حد، لا للعزيز لا لاي شخص كان، لا من الاولاد ديال رشاد البرنوصي لا من غيرهم، ما كنبغيو الشر لتا شي واحد، وكنتمنى نطويو هذا الملف بسرعه لانه ماشي في صالح رشاد البرنوصي.